أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. أيام الله أيام المغفرة، أيام الاستصباح بمصباح الهداية، سيد الشهداء مصباح للوصول إلى حضرة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء سالمين، وهو حقيقة الكهف الأمان. الحسين ليس موطنا للخيال، ليس موطنا للأفكار فحسب، بل حقيقة مصباح الحسين وموطنه وقبره وذلك القلب، ذلك الفؤاد. إن لك في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة، وإن لك في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا. في أيام الله هذه التي نأمل من الحق المتعال أن ينقل أذهاننا إلى بواطننا وإلى فؤادنا، فنسلك سبيل حضرة سيد الشهداء الذي هو سبيل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، سبيل العبودية، سبيل الانقياد، سبيل المعرفة. إن الله سبحانه وتعالى يصف نبيه الأكبر صلوات الله عليه وعلى أهل بيته بأنه أرسله رحمة للعالمين، لتكون حقيقة محمد وعلم محمد وروح محمد وشفقة محمد وقلب محمد ونفس محمد وفؤاد محمد وكل شيء في وجود حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في حقيقته الرحمة الإلهية، وليس شيء في الفضاء، وليس شيء للخيالات. إن الرحمة التي تنشدونها هي معرفة أبواب السماوات، معرفة أيام الله سبحانه وتعالى لنسلك بها. من الرحمة الإلهية الواسعة قيام سيد الشهداء في مشروعه الثورة الحسينية التي عنوانها لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا النداء هو بعينه الذي نسلم عليه لسيد الشهداء: السلام عليك يا رحمة الله الواسعة. وليست الرحمة العادية، بل حينما ننسب الرحمة الواسعة إلى الحق المتعال فهي من غير حدود، لأنها تصبح صفة إلهية واسما إلهيا، ومن يحد هذه الرحمة فيكون قد ظلم الآيات الإلهية واستكبر عليها، لأن عقله لا يمكن أن يدرك ما خلف الجدار، فكيف يستطيع أن أو يدرك ما في السماوات، فكيف يستطيع أن يدرك شيء الله تعالى سماه برحمة واسعة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
يعلم كميل بن زياد مفاتيح السير والرحمات إلى الحق المتعال، فينبئه لطول الصحبة أن يأخذ مركزية التوجه إلى عنوان الرحمة الإلهية، وكان مفتاحها: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. وكان في لسان حضرة علي عليه السلام النظر إلى عيون الحسين، والعبودية الواسعة التي لا حد لها ولا ميزان، والتي تستطيع أن تستنقذ من قعر جهنم وجود كان في صقر في لحظة واحدة تجعله ولي الشيعة وولي الله. هذه المسافات الذي يحتاج المرء فيها سيره في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ ولعله لا يصل. كيف استطاع السير مع حضرة سيد الشهداء بلحظة واحدة أن يرتفع ذلك الوجود من قعر جهنم؟ ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. هذا يخرجه من الإسلام. كيف استطاع؟ انظروا أيها الأخوة الأعزاء، نحن حينما نجلس بين يدي الحق المتعال نتصور أن هناك شيء شبيه بالغيم أو شبيه بالفضاء أو شبيه بهذه المصطلحات التي هي للأولاد، ولكن في حقيقتها الرحمات والآيات الإلهية هي تلك الوجودات التي دلوا عليها. المستكبرون عنها مستكبرون ومعرضون عن الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية مش حروف مكتوبة في السماء، هي وجود تنزل. هل كنا معه؟ هل تعلمنا منه كيف هو السير في استدراج هذه الرحمة؟ الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه استدرج الحسين إلى هكذا مستوى رحمة بكلمة، ولكن هذه الكلمة ما كانت لتمثل معنى عابر عند سيد الشهداء. هذه الكلمة كانت لها خصوصية في فؤاده يقطع كل توسل بأي شيء كان، حتى لو كان بجده وأبيه. ولكنه حينما يسمع حضرة زينب أقسم عليك بأمنا فاطمة لا يستطيع أن لا يجيبها. على قدر سعة شؤون الأم الأئمة والحجة على الحجة التامة وعلى الرحمة التامة والسعة الواسعة، إذا أطلق هذا الشعار وهذا اللسان الحسين لا يستطيع رغم كثرة جراحاته وهمومه صلوات الله وسلامه عليه أن يسكت. الحر فقه هذا العنوان، قال: وأما أنا يا حسين لا أستطيع أن أتحدث عن أمك بكلمة. هذا المفتاح كان لقلب حسين وليس لتعليم حسين، ليستدرجه ويضعه في عالم مدخر يخرج مع حضرة سيد الشهداء. الموت ليس فناء، الموت ليس ضياع، الموت مدن، هو عالم كعالمكم، إنما توضع في مدينة غير التي كنت فيها. ولكن هل تعلم أنت في هذا الزمان الذي يمثل كل يوم فيه عندك 1000 سنة عند الرب، وهناك أيام 50,000 سنة، وهناك أيام إلهية بمقام الاجتياز 900,000-300,000 سنة، لكن ما نتحدث به عند الرب الذي وجوده عند أهل القبور. يا أهل لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله؟ يعني انكشاف حكومة الرب المتمثلة في خلفائه. جنود الرب منكر ونكير، جنود الرب عزرائيل، جنود الرب الملائكة، جنود الرب وما يعذب به الرب
تلك الذي القرائن التي تحشر معك في مقام الربوبية، في مقام الحاكمية، ستعاينون هناك ممثل الرب، وستعاينون الرحمات كيف تتقدم إليك أمام جنود الرب، لأنه ما من عبد يمت يا حارث همدان إلا ويراني، سواء فيما أسره أو سواء فيما أساءه، للكافر والمؤمن. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. سيد الشهداء سلام الله عليه قام في الثورة الحسينية ليدل على معاني الألفاظ حتى لا تضيع الأمة. الأمة ضيعت، أصبحت النعم في الأمة هي الدراهم والدنانير، حتى لو كان الذي يتزعمها بغلا وليس بعلا، كمعاوية وغيره ويزيد. وما أدراك ما هذه الظلمة؟ لعين السماوات والأرض والأنبياء. هناك أقوام كانوا يحتسبون على معسكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم حينما رأوا دراهم معاوية تركوا جيش الحسن وتوجهوا إلى معاوية. سيد الشهداء قام في هذه الثورة ليستنهض الحقائق والنفوس وليعيد المعاني إلى حقائق ألفاظها، وبذلك يرفع التحريف عن القرآن. نعم، القرآن محرف، بمعنى أنهم حرفوا، وضعوا معان ليست لتلك الألفاظ، الألفاظ لها معان أخرى، وسموا الآيات القرآنية بأنفسهم، وسموا المجاهدين هم، وسموا السباقين هم، وسموا إلى غير ذلك، حتى ضاعت الموازين، فعبدوا غير الله، لأنه من أطاع رجل فقد عبده، والذي يعبد الطاغوت ولا يجتنبها لن يرث شيء إلا الهوى. هذا ما عبده الناس في زمن قابيل حينما انحجبها شيث عن الخلافة، وقد بيّن له قابيل: أنك لو تصديت للخلافة كإمارة إلهية سأقتلك كما قتلت أخيك قابيل هابيل. في أول الدعوة الإسلامية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما كان ليستطيع أن يحملهم على هذه المعاني، وهو الذي يعلل، هذا مو تحليلاتنا، لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، وكان لدعوة بيان الحق، وقد قاتل حينما طلبه الناس إلى الخلافة، قد قاتل المنافقين والناكثين كما أمره حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في بادئ الأمر ما استطاع، لا بالقدرة ولا باجتماع الناس ولا بمعرفتهم، كان الدين حديث، وقيامه في الحروب ما كان للولاية، كان لإظهار الأحكام: إنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات، لأن الناس ألزموه في الولاية فحكمهم بالإسلام الظاهر. ولكن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كانت حركته قيام للولاية، لأن الإسلام، الناس ما كانوا بعهد جديد في الإسلام، فحينما استنصر للولاية نهض حضرة سيد الشهداء، وهو العالم بضعف الأنصار ومن استنصره، لأن هناك عوائق هي في نفوسهم قبل عقولهم، هم يطلبون سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حتى يجلس على مجلس كان فيه عبيد الله بن زياد. هم يريدون الحكومات الظاهرة، هم يريدونها على طريقة بني إسرائيل وملوك بني إسرائيل، لكن في عقل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان هناك طريقة أخرى، طريقة في ولد إسماعيل، ما عليه الولاية، ما عليه الأنبياء، ما عليه عبد المطلب، ما عليه أبو طالب، ما عليه بني هاشم العظام، الذين هم كانوا يحملون الولاية الباطنية. ولذلك حينما تهجم الجيوش كأبرهة وغيره يريد أن يهد الكعبة،
عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وهو كان من أوصياء إسماعيل عليه إبراهيم عليه السلام. ولكن شأن الولاية في التزعم الدنيوي شأن تافه. نعم إنما توضع الحكومات لرعاية الصغار وإقامة الحدود، لأن ليس كل المجتمع من المؤمنين. أنا ما أتحدث به عن حكومة الإمام للمؤمن، وإذا أراد الإمام أن يشرق على العالم ويكون رئيسا له لا يبقى غير المؤمن. هذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا مفصلا. سيد الشهداء أراد أن يبني في نفوسهم ما حدثه عليه، ما رباه عليه في نفوس الناس، أن تكون الورق من الذهب والفضة كالأحجار، وأن تكون كرامة المؤمن جوهرة تتلألأ بها السماء. يريدون أن يعظموا المؤمن أكثر من عظمة الكعبة، يريدون الانقياد، يريدون التربية، يريدون الأفئدة، ولا يريدون أن يخبوا كل الأشياء عن المظالم. حكومة سيد الشهداء الذي كان في عقله وعقل أنصاره الباقين هو هذا المشروع، أن يبقى الإنسان إنسانا لا يتبجح، لا يخرج لأن يظلم، لا يخرج لأن يتباهى. في حكومة علي عليه السلام التي أراد سيد الشهداء أن يخرج بسنة علي عليه السلام، يأتي سلمان رضوان الله تعالى عليه إلى المدائن، يرسل إلى المدائن والناس ينتظرون الوالي الذي سيأتي إلى المدائن، وكان معه حمار يجره، فقالوا يا هذا هل رأيت واليا قادم إلينا من الخلافة؟ فنظر إليهم سلمان لوحده، هو يحمل شنطة وغراضه وجاي بعد، قال أنا واليكم. فتضحكت عليه الناس وقالوا يا فلان، وأطلقوا كلمة لا تليق بإنسان فضلا عن مؤمن، أهانوه، احمل هذا المتاع لنا إلى المسجد. شال المتاع وحطه على حماره وحملهم إياه. وقت اللي راحوا واكتشفوا انه سلمان اجوا بده ينكبوا عجراه، قال له لا يا عمي ما في داعي لهيك، بس كان فيك ما تسبني بس هالقد. في حكومة علي عليه السلام التي أراد القيام بها سيد الشهداء هي ما رباه في مالك الأشتر حينما يمر بالسوق فيلقي عليه بعض المسوخ وبعض الناس بندقة، يرشقه ببندقة تأتي برأسه تضرب رأسه عليه السلام، فيقولون له ويحك يا فلان أدريت من ضربت؟ قال لا. قالوا هذا مالك قائد جيش علي بن أبي طالب. هذا المسكين ارتخى وسقط بالأرض ما حمله ظهره. وقت اللي بدي يكون ظهرك على قد رخو ليش بتلاجئ بالبندقة؟ موقف كن زلمة. رخى ظهره وغشي عليه، بس فاق ركض وينه سألوا أين مالك؟ قالوا من هنا. ضلوا يتبعوا يتبعوا، مالك فات على المسجد صلى وإجا نط على جرين مالك، والله ما كنت أعرفك، وبلش يبرر. نظر إليه مالك نظرة الشفقة فقال يا هذا والله ما كان في بالي أن أدخل المسجد، ولكن حينما صنعت أنت هذا دخلت لأصلي بين يدي فأستغفر لك. يا هذا ارحم نفسك وارحم، فأنت مبروء ثم. هيدي حكومة أسير بسيرتي جدي. حينما تصبح الحكومات بهكذا مستوى يمكن أن تصبح الثورة حسينية. أنا لا أقول لكم تعالوا لنبني دولة علي بن أبي طالب، هذا شيء من المستحيل، لا أنا ولا كل العالم ولا الملكوت يستطيع أن يبني حكومة علي بن أبي طالب. من يبني حكومة علي بن أبي طالب هو رجل مدخر من عالم الأولى ومن عالم الأنوار، بهذا أنتقموا لهذا. بريد حبيب الأنصار
كلهم كان هذا شأنهم. الأخوة الميزان عنده لو لم أعلم أني في الأثر، وهو مثل مقام بيو، لكنت خادما لك. إلغاء الفوارق التفاني. سنة جدي أني لو كان الكبير أو الصغير خائن لم يتهاون أمير المؤمنين. ما أدعوها أيها الإخوة الأعزاء في أيام الله، في أيام الرحمة، هو أن نتلمس شيء من هذه الأخلاقية، أن نتلمس شيء من هذه المبادئ. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في البحوث القادمة لماذا طويت هذه الصفحة. طويت ليقوم الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق إلى إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه بالتمهيد لهكذا مستوى للحكومة. من جملة هذا التمهيد أن علم الناس علومنا. أتجلسون وتتحدثون؟ قالوا نعم. قال والله إني أحب تلك المجالس. احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قال سيدي كيف نحيي أمركم؟ قال تعلم الناس علومنا، فإذا علمتموهم ذلك فإنهم يحبوننا. من علوم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه من المبدأ إلى المنتهى، ولكن جعلوا مفاتيح لفهم المبدأ الذي هو مقام التوحيد وفهم المنتهى الذي هو مقام الميعاد. مفتاح ذلك كله هو الولاية لنا والتعلم من علومنا والرقة لنا والدمع لنا والمرثية علينا. إمامنا الباقر عليه السلام يشكل على أقوام كيف يريدون أن يلغوا المرثية. كل ذلك من علومنا وفهمه مرهون بدمعة نلقيها في أيام الله سبحانه وتعالى. وهذا المثل لا أقوله أنا، أميرنا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وهم الذين أسسوا أن الدمع على حضرة سيد الشهداء تطفئ نيران جهنم ولا ترفع بلايا هذا العالم. هم من علومهم علمونا أن بكاء إبراهيم الخليل رفع على الحسين رفع السكين عن إسماعيل. هم الذين علمونا أن زكريا حينما يندب في المحراب 3 أيام باكيا على حضرة سيد الشهداء مواسيا لحضرة علي مواسيا لحضرة فاطمة، أتلبس فاطمة ثوب هذه البلوى ولا تلبسني حتى يدعو الله ارزقني ولد وافتني بحبه واقتله كقتلة الحسين عليه السلام حتى أوافي بذلك فاطمة. كانت مفاتيح أن يرزق الولد وأن ترفع السكين فضلا عن فتح العلوم. إلى أخوان العلماء والخطباء أعزهم الله الذين يبينون هذه الحقائق للمؤمنين، لأن بعض من يريد أن يتلاعب أن إقامة المراثي وإقامة المآتم هذه ليست من تعليم علومنا، علومنا التوحيد، علومنا هذا. تعال أقول لك، أنت فاهم كلمة توحيد؟ أنت فاهم كلمة توحيد بالأساس؟ لك بعدك آيات القرآن لحد هلأ ما بتعرف تركبها آية على آية. أشهد الله المتعال أن سيرة مو علماء، سيرة الأنبياء اللي بالتوحيد من علوم آل محمد. حينما أراد عيسى بن مريم أن يجتاز كربلاء مع الحواريين وقف في طريقه أسد ما استطاع أن يكمل حتى يلعن يزيد نبي من الأنبياء وكل عبادته. نعم إذا بدك تصور الحسين مثلك مثله بيطلع معك هيك، إيه في حسين وفي آخر وفي كل شيء، ولكن أن تفهم مفتاح تقلبك من أول ما نزلك الله وأمرك في التوحيد الذي هو من فروعنا، كما يقول جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، نبي بده يمرق الطريق ما قدر إلا بالاجتياز. أنت بدك تصير للتوحيد بلا هذه الموازين؟ نعم. علموهم علومنا. من علومنا فضح كل هذه الحقائق.
من علومنا ذكر الفضائل التي هي أكثر بكثير من تلك الأحكام الأخرى. لا يوجد موضوع في الإسلام سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في الأحاديث أكثر عددا من ذكر الفضائل والأحقية وقرنهم بكتاب الله. ما حدا يتلاعب على بعض صغار، على كل حال هي بتمرق على شوية صغار. أيام الله هي أيام الدلالات على الرحمات. كيف بتعرف أنك مرحوم؟ وقت اللي بتشوف حالك مع الحسين موالي أوليائه معادي أعدائه، حين ذلك تفقه أن رحمة الله مغموسة فيك. حينما أراك في زيارة الحسين مشتاق إليه لا لحاجة، طبعا هذه لكمالة، في ناس بيروحوا بياخدوا حاجاتهم، راح يزور الحسين ويطلب بياخد حاجته وراح. في ناس عشاق بيقول له يأتيك ذكر الحسين، بيقول له إيه والله سيدي فأمتنع عن الطعام والشراب وتخنقني العبرة، قال هنيئا لك الفردوس. الفردوس إمامنا صلوات الله وسلامه عليه علمنا من علومهم، رحم الله تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. هذا مو من علومهم؟ أليس من علومهم من جاء ولم يعرف ما جرى علينا من الظالمين كان مشاركا لأعدائنا؟ هذا مش من علومهم؟ أليس من علومهم أن تحدد الهوية التي على أساسها تتولى وعلى أساسها تتبرى من أي طاغوت وأي صنم مبنى سواء في هذه الأمة أو في غيرها؟ أليست هذه علومهم؟ نحن نتجالس في أيام الله لنمهد لمن يريد أن يأخذ بثار الحسين الذي هو مقام الولاية، وبعد ذلك يخرج الحسين وهو الذي يبني. صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يمهد لإمام سيد الشهداء، وحينما يبسط له الأرض، وأنا قدمت هذا في بين الحسين والمهدي فيما سبق، لكن حكومة علي هوت رايتها وضبط، ما بتسقط هي، ضبط رحمة، رح يقتل حكي الغدا إن شاء الله بذلك. لكن أيها الأخوة، هل يمنع ذلك أن نمهد نفوسنا المرهونة سواء في الدنيا حتى لو ما كان في الظهور أو في البرزخ أو في القيام أو في البلاءات، المرهونة أننا أتباع رحمة أو لسنا أتباع رحمة؟ عشوي في بعض النفوس في هذا العالم يتصورون أن هذا الكوكب هو مجلسهم، يطلبون رفع البلايا من الله أكثر مما يطلبون الرحمة، أكثر مما يطلبون التعليم. دخيلك يا الله، مصرياتي، جاهي، ولادي، مجتمعي، عائلتي، ضيعتي، بيعتي، سيارتي، ما ينخزق قميصي، زين اطلبهم كلهم من الله، بس ما تنسى في شيء كتير بعد كبير روح اطلبه من الله جاي، والله بيسوي لك اياهم، الله واسع كريم. إمامنا العسكري عليه السلام يقول نادونا حتى إذا انقطع حتى على مرض دوابكم، ما يمنع، نحن كرام، لكن نادونا أن تصلحوا نفوسكم، نادونا أن تتعلموا علومنا حتى تستحقوا الرحمة. أيام عاشوراء هي أيام كشف الهوية الحسينية وما أراد، كشف المعروف لنسير خلفه، لا تضيع المعاني، الألفاظ لها معان، إنما حرفوا المعاني وليس الألفاظ. وما تتلونه من روايات أن القرآن محرف، بمعنى محرف معناه، بمعنى أنه محرف معناه. تعالوا لنشوف يا أخوان أكثر ثقافة الناس من هون ومن هون، هل تلي عليها كتاب الله وعترتي أهل بيتي؟ في ناس كتير بدها تتنطح لتوصل، وهي بتعرف أنه ما بتوصل، مخبرة بليس ومخبرة قابيل وشافت كل شيء، ما بتوصل للدنيا إلا من ذلك. لا تكون الدراهم أمام عيونكم أغلى من شمس الحسين، فإنما هو مكتوب لك سيصل من أرزاق مادية، ولن يحجبه أبدا لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر.
انظروا أيها الأخوة الأعزاء، في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا، أن قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. في ناس ما بترجي أيام الله، ما بتعرفها، ما بتتمناها، ما بترجيها توصل، التي هي أيام محرم، لأنه ما في رحمة موزعة من الله كما وزعت في أيام محرم. من يراجع أحد علوم آل محمد في البكاء على الحسين، في الإطعام للحسين، في إسقاء الماء على حب الحسين، في زيارة الحسين، في القتل للحسين، يعلم أنه ما من عبادة تتماثلها ولا يمكن أن تتشابه فيها، وبذلك كانت رحمة واسعة، وبذلك سألها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال، شو قال في تفسير هذه الآية؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال عليه السلام: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا. يعني عرفوا معنى النور هذا، ومعنى المحيي هذا، ومعنى المميت هذا، بإذن الله بإذن الله ما يخالف، والملك هذا الذي سماه الله ملك، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ملك عظيمة، من هو الملك العظيم هذا؟ الملك العظيم مش اللي معه دراهم وبيحتاج للرجال، الملك العظيم اللي بيخلق دراهم وبيخلق رجال وكل شيء مطاع له، لأن العظمة صفة إلهية. وقت ما بتكون تفرج الحسين هيك، كل العالم بدها تروح عند يزيد، كل العالم بدها تروح عند معاوية، كل العالم بدها تروح عند عبيد الله بن زياد. العالم عم تتطلع على الخزين اللي وراه لعبيد الله بن زياد، لكن زدتلهم طمرات. شأن ملوك الدنيا الخيانة، لأنها تعمل بإبليس، وإبليس يقول وعدتكم فأخلفتكم. المنبهرين في بناء دول كعمارات يريدون أن ينقلوا هذه العمارات إلى مجتمعنا الحسيني، نحن في غنى عنها، ما تتعبوا نفسكم، لا منا نعملها دبي ولا منا نعملها غير دبي، نحن منا نعملها حسينية. والمعجب يروح على دبي، اغترارنا لب عمارات كبيرة، اغترارنا بوجود إنسان، ببناء إنسان. حاجات الإنسان لهذه الدنيا تقضى، هي مقضية للمؤمن ولغير المؤمن. رزقه حتى ينال هذا الباطن وعظمته وقيمته، ليكون شريفا وليس خائنا، وليكون صادقا، وليكون له قلب تدمع فيه العين. لأننا أصبحنا في زمان لا ننظر في عيون ترق منها الدموع، أف لهذه القلوب. مين قال منا نبني كجبابرة الدنيا؟ هيك الثورة الحسينية؟ الثورة الحسينية تريد منك إنسان تصبح ملك. في الثورة الحسينية التآخي، التحابب، عدم الخيانة، قال له هذه صفة لأعدائنا وستأتي إن شاء الله. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون. الله بيقول لك اغفر لهم، خلاص الله يسامحهم. لا مش هيك، ويغفر شو معنات يغفر؟ قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. يعني علموهم بأيام الله، علمون شو طريق أيام الله وسعة الرحمة الإلهية في الحسين. شو بتنفع هيدا يا حبيبي؟ أنا بقول لك شو بتنفع، لأنك إذا صرت بمجلس الحسين خرج عنك قرين الشيطان، لأن الله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. حسين مين أنا ومين الكون؟ من أنا حتى أقاس بغبرة نعل رقية الذي سماها الحسين آل الله؟ بتقبلوا على عيسى ابن ساعة يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا؟ وإذا جعلوا بفضل الحسين وفي فضل آل الحسين عليه السلام، ما
بس وقت اللي بيجي الحكي عن رقية ما هي طفل صغير، إيه عشوائي رح تصير مثل بناتك، عيب عيب. ما تغضبوا الحسين عليه السلام، لأنكم إذا أغضبتموه أخرجتوا أنفسكم من الرحم. ما تتجاسروا بجهلكم، لأنك ستطرد وستكون مع قابيل ومع زمرة الشياطين التي ليس فيها حظ وفيها الفناء. نحن حينما ندعو إلى الولاية التي هي الثورة الحسينية ندل على معاني الألفاظ الحقيقية. انظروا أيها الأخوة الأعزاء، في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام يروي في حديث طويل، أخذ مقاطع من الحديث، يقول: وينهاهم عن المنكر، يعرف لنا المنكر، والمنكر من أنكر فضل الإمام وجحده، من أنكر فضل الإمام وجحده. كيف بنعرف أنه هذا فضل الإمام؟ لأنه هو قال فيه، لأنه القرآن قال فيه. عشوائي عندهم الله محدود، ما خصوا بال يعني، ما هو الله، طب هو مش هو كله الله؟ ليش جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والملائكة والسماوات والأرض مش كله الله؟ مش كله أمر الله؟ الله عز وجل لا يقاس بمكان، الله لا يحد بزمان. ما أنت وقت اللي بتخرج بتقول هو هون وهو هون، هديك بالعطاء بالسنن وهيدي بالعطاء بالولاية. سيد الشهداء عليه السلام ثورته ثورة الولاية، ودليلنا على ذلك أن ثارات صاحب الزمان هي للولاية. سيأتي مفصلا إن شاء الله وجه الاستدلال بكل الروايات، مش برواية واحدة. علي سالم ما سلمت أمور المسلمين لأنه كانوا حديثي عهد بالإسلام، لكن حينما تأصل الإسلام خرج الحسين بن علي، خرج الحسين بن علي، خرج للثورة. معرفة الزمان والمكان أساس في فهم الأمور، وإذا كان في دليل على الزمان والمكان هذا في قولي عليه، مع أنه ما بيوردوا بالأدلة. وينهاهم عن المنكر من أنكر فضل الإمام وجحده ويحل لهم الطيبات. شو الطيبات؟ أجل لنا خروف طيب يعني على شرعي. أخذ العلم من أهله، لأنه يحرم أخذ العلم من غير أهله، لأنه من الخبائث، لأنه لا يزرع فيك إلا شيطانا. ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث قول من خالف، قول خبيث يعني لا حقيقة له، بمعنى لا يصنع شيء بل يهدم ولا يبني، هذا هو الخبيث. الجرثومة، ما بيقولوش الجرثومة الخبيثة اللي بتموت، علوم ما ينشده الناس بيموت وبيهدم. إجا كتير من أمويين وعباسيين ما خلوا بقوا. نعم أنا لا أقول اجلسوا في داركم، ولكن تقلدوا كتاب الله وعترة أهل بيته وماشوا في المؤمنين حتى الظهور. والإمام هو الذي يكمل لهم الطريق، وهو الذي يعمل بالولاية ولا يسأل عن بينة. ولكن أخذوا بالأيمان والبينات، أخذوا بالتراحم، أخذوا بالأخوة، أخذوا بالمحبة. الإخوان المؤمنين الذين يريدوا أن يفنوا حياتهم لطلب العلم، لا تضيع هذا الثمن الكبير الذي وهبك إياه جعفر بن محمد وأراد أن يصلحك فيه بغيبة بنميمة. يغفر ذنب الزنا قبل أن يغفر ذنب الغيبة والبهتان، أشد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المجاهدون الأعزاء الذين يريدون أن ينصروا حضرة سيد الشهداء ويدافعوا عن التشيع، النصرة للتمهيد هي لإمام الزمان. نحن في هذا الزمان هو الدفاع، خاصة المؤمنين لا يتناحروا فيما بينهم، لا يتكالبوا على الدنيا، فإن ما بين أيديكم شيء أثمن بكثير. وعلى المسؤولين وأهل الحل والعقد والمرشدين أن يرشدوا مقامات وشؤون، سواء طلب العلوم الدينية أو المجاهدين أو الخطباء، يرشدوهم إلى المعاني الغيبية التي وهبهم إياها إمامهم لتكون سلوى لأنفسهم. يا أخوان، من غير الحسين لا طلبة علوم ولا مجاهدين ولا أهل حل وعقد يمكن أن تمشي. يعني الفكرة مش على طريقة
الإخوانجية، مش هيك؟ إني أرى وإني أرى. والخبائث قول من خالف ويضع عنهم إصرهم، وهي الذنوب. شو هي أي ذنب؟ وهي الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام، لأنه ما كانوا يعملون هو ذنب. أنت بتدعي أنه هيك الله بده، أنت تنسب إلى الله تستحق جهنم. والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال ما كانوا يقولون مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام. ما أمركم الله تتركوه؟ هذا شو الأصر غل. وقت اللي بزيح فضل الإمام كما هو شأن بعض العلماء الذين يقولون عن السفياني أنه خير أهل الأرض، سر هذا الوصول أنهم يكتمون سر فضل آل محمد. ليش وصلوا لهنيك؟ لأن انكتموا سر آل محمد. شو قال لهم؟ مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام. والله ما بعرف عن بعض الناس، لو الله أمر على شوي أنه ممنوع تحكوا هذه الفضائل، لو حرم علينا ما كان زادوا عن حالتهم. هلأ بتشوف نفسه بتشبح. الله بيحكي قصص بالقرآن قد ما بدك، بيقعد بده يتفلسف فيها، من آدم إلى إبراهيم إلى الأنبياء. بس يجي ذكر الحسين تشمئز القلب. ليش؟ أليس رسول الله سيد الأنبياء وولده سادة النجباء والأنبياء والأوصياء؟ راقب هيدا الشيطان اللي عم يستفزك. ليش هو استقر؟ ما نزل الحسين كرمال آدم فما دونه من الأنبياء. هلأ مين اتعلق فيهم من أمهم؟ أوكي مش مشكلة. مين اتعلق برسول الله؟ أنا بعينه. فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم، والإصر الذنب وهي الآثار. ليكوا يا أخوان، أنا وقت اللي بقول في كلام كبير بالروايات إشارة إلى تلقوت الروايات. الأغلال والآثار إجت في رواية آخر الزمان ببلاد الشام باتباع طالع المشرق. إذا بتربطوا عنوان كيف طالع المشرق بشيل الأغلال من الأعناق تفهم حكمته من فضل الإمام. فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم، والإصر الذنب وهي الآثار. فإذا طالع المشرق اللي بده يشيل الأغلال من الأعناق، منهجيته رح تكون إن شاء الله في الأيام القادمة هيك. حينما يتثبت الدين من هون، أنا قلت لا، في حكماء، في ناس عم يعرفوا يديروا، وفي ناس كمان بلقطوا، وفي ناس بينطروا أيضا كذلك الأمر. التذاكر إخواننا المؤمنين، على كل حال نسأل الله أن نكون منهم لنستفيد. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما قدم الصادق على العراق نزل بالحيرة، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله مسائل، وكان مما سأله أن قال له: جعلت فداك، ما المعروف؟ ما المعروف؟ مش هي الثورة الحسينية؟ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لا تفسروا أنت ولا فسراني، خلينا نشوف أمتنا فسرنا المنكر شو هو. من أنكر فضل الإمام، خلينا نشوف شو المعروف. فقال عليه السلام: المعروف يا أبا حنيفة، المعروف في أهل السماء، المعروف في أهل الأرض، وذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال: جعلت فداك، فما المنكر؟ قال: اللذان ظلماه حقه وابتزاه أمره وحملا الناس على كتفه. قال: ألا ما هو أن ترى الرجل على معاصي الله فتنهاه عنها
فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا، ليس ذلك بأمر بمعروف ولا نهي عن منكر، إنما ذلك خير قدمه. لأن علي أصل فرع، أصل علي الولاية، وفرعه المعروف الذي هو الخير. الصلاة خير، الصدقة خير، محبة المؤمنين خير، بر الوالدين خير. إذن أصل المعروف، لا يمكن أن تدعي أنك عم تعمل معروف وأنت مطارق باب من ينطق عن ما هو المعروف وما هو المنكر، لأنه لا يستطيع. ربما إنسان يدعي أنه معروف ويخزل سيد الشهداء، ربما إنسان يتصور أنه يصنع معروف وهو في حقيقته خذلان لسيد الشهداء. فينا نقول عن الذين ثبطوا الناس في الكوفة وأجلسوهم ديارهم أنهم عملوا بمعروف، كما صنع الحسن البصري حينما قال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا حسن، ما لك لم تخرج معنا في قتال معاوية؟ قال: يا علي، سمعت، أو في قتال الجمل لعله، سمعت نداء يقول لي: لا تخرج يا حسن بصري، فإن القاتل والمقتول في فتنة أو في نار. تبسم أمير المؤمنين، قال: أدريت من هو؟ قال: لا. قال: هذا أخوك إبليس، هذا خيك إبليس. تحديد المعروف لا ينطق به إلا علي، وتحديد المنكر لا ينطق به إلا علي، يقول لك هذا منكر. في المناقب، لذلك ما في شيء اسمه إسلام وولاية. الولاية هي حقيقة الإسلام. يذكر ابن شهرآشوب عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله: إن الدين عند الله الإسلام، قال: التسليم لعلي بن أبي طالب. حتى الإسلام سماه التسليم. ومن هنا خرج في زيارة الناحي، في زيارة آلية، في زيارة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، من الناحية المقدسة: فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. هذا أنتم بتزوروه، بكرة رح يحتج عليك يوم القيامة: طب ما أنت كنت توقف وتقلنا هيك، ليه هون عندت؟ ليه هون وقفت؟ أنا إن شاء الله غدا أتحدث عن ما هي الطاعة لسيد الشهداء والقيام مع سيد الشهداء قبل الظهور، هذا يأتي إن شاء الله في الطيار. لكن ما نريد من هذه الليلة هو تحديد العناوين للثورة الحسينية. أريد أن آمر الإصلاح، شهوة آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. تحت يعني أنت بدك تطلب ولاية علي، وما بدك غيره، ما بدك تأخذ من غيره. مش تكون تخون التشيع وتروح عند العباسي والأموي وتسوي حالك مصلح، مش هيك الإصلاح. الإصلاح هو في الانكباب على ولايتهم، وهذا ما أقوله في مشاريع السياسية، مش في ألا ما في حدا بالوقت لا بيتزوج لا عثمانية ولا أموي. انظر في من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الكبائر، شو هو المنكر اللي بتقولوه؟ إن الكبائر سبعة فينا أنزلت ومنا استحلت، فأولها الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله قتلها، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وإنكار حقنا. فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا ما قال: فكذبوا الله ورسوله. شو معنات الشرك؟ أنك ترد على الله. فكذبوا الله ورسوله وأشركوا بالله، لأنه طاعوا شيء غير جهة الله، فصاروا بذلك مشركين. يعني عبدوا العلماء المنكرين فأصبحوا بذلك مشركين، بمعنى أطاعوهم.
وأما نعم فكذبوا الله ورسوله وأشركوا بالله، وأما قتل النفس التي حرم الله قتلها فقد قتلوا الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا وأعطوه غيرنا، وأم كل من طاعن وحرسن هيدي وسنلن هالأمور هو ملحق فيهم لأنه عبدهم. وأما عقوق الوالدين فقد أنزل الله ذلك في كتابه، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى من الأم والباي. وأزواجه أمهاتهم، فعقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذريته، وعقوا أمهم خديجة سلام الله عليها في ذريتها التي هي سيدة النساء. وأما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم، وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه وخذلوه. وأما إنكار حقنا فهذا مما لا يتنازع أو ينازعون فيه. ما شاء الله متبجحين فيه، يعني معناتها الأحكام الإلهية لجهة الباب، وقت ما بيكون في خليفة وباب مظبوط ما بيكون سير إلى الله وما بيكون فواحش هيدا، لأنك هنيك عارضت، ما أنت بالفاحشة أساسا من الأساس. أنت حينما تجاهد في غير سبيل ولاية علي التي هي التسليم، هذا غير الدفاع، ديروا بالكم الدفاع عن البيوت والحقوق والأموال، هذه أمور مجازة للمسلمين. أنا أقول في تحديد الوصاية والفواحش الكبير. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبعه، وقد ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أخذ 700 أمة بالعذاب، 300 في البحر و400 في البر. بأي ذنب؟ لأنهم خالفوا أوصياءهم، هذا ما قدمته سابقا. العذاب بيجي على مخالفة هذيك بتتعالج، بزتوا 10 سنين بجهنم، بزتوا بيبلي بيسويله بيوفقوا للتوبة، بيحضروا مجلس الحسين بيبكي برق قلبه بيروح قال كيف عملت هيك، بتوب بيستغفر إلى أسبابه. لكن السبب الذي ينقطع عنه كل شيء ويستحق العذاب هو ترك الباب. طاعة غير من نصبه الله هو شرك في الله، كل الروايات هيك تتحدث. من أشرك في ولاية علي فقد أشرك بالله، ما في شرك، ما في حدا بيقول لك في 2 قاعدين بالسماء، كله بيقول لك في 1، كله هيدا اللي بالسماء. يا الله في شي واحد بيقول يا الله هين؟ كله بيقول يا الله. وين صار الشرك؟ هذه الأبواب، هيدي إله الخير وهيدي إله الشر، هاي بالوثنية وغيرها، مش هيك؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث رأبه شو يعني العذابات. خطب أمير المؤمنين في الكافي يورد هذا، فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار. يعني العلماء الأم اللي بيسكتوا عن البيان والحقيقة الله رح يعاقب، ترى سكوت علماء المدينة عن ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه وسكوت عن نصرة الحسن ونصرة الحسين أدى إلى هذه المصائب، حتى صار داعش يطمح يكون خليفي. يعني شو بدك بعد أكثر من هيك؟ عشوي أوباما بده يطمح يصير خليفي، يعني ما طبعا عملتوها سايبة. آل سعود طامحين يصيروا خليفة، لو خليني نشاله من البارات أول شيء، أو غيرهم ما شاء الله، عثمانية أو سعودية، هيدا خليفة وهذا. لا تشيلوا من المطربين والمطربات طبعا، ما أسستوا أنتوا يزيد وغيره وغيره. ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك، وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار
عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرب أجل. أجلك مكتوب هاليوم 9 السماوات 7 وتنزل، يعني دير بالك حب الحسين ما بيعجل لك الموت. ولم يقطع رزقا، اللي بخوفوك انه اذا بكون صيروا هيك تقول حسينيات ترى ما تطلعوا مصاري. لا حبيبي، امير المؤمنين ضمن لك رزقك رح يبقى ومثل ما هو، وظهار لبرا اللي بيزيد بدك تصرفه بنفس اليوم، بمرض ولد يلي مش مكتب لك مش مكتب لك. الرزق والشيء الذي تتنعم به. إن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة أو نقصان. ارتاحوا، ولاية علي مش راح تفقركم، والسير مع الحسين مش راح يفقركم، علي يضمن هذا. إلا إذا مش مصدقين علي بن أبي طالب بعد. وجود الليرة بالإيد والذهب أصدق من قول علي. الحقوا اللي راحوا بالكوفة. شو الفرق بيصير بيننا وبين اللي قعدوا ولم يقوموا للنصرة؟ بتعرفوا بشو خوفنا عبيد الله؟ جاي الحسين طراه يعيشكم مثل ما عيشكم بيو، بدي حاسبكم للملوك والأمراء، وإذا حسبني بيقطع قطعة جهنم مني. شو المشكلة؟ ماني راح أعذب فيها، ما برحمته علي شيل عني هيدي القطعة جهنم، وبتنباس نعل علي لأنه عمل معي هيك. شو المشكلة للأمراء؟ الحمد لله اللي نحن مش أمراء. نسأله أن يتلطف بنا، والله مغرقنا بنعم، مغرقنا بنعم. يقول أبو الحسن عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب. إعراض عن الولاية بتعرفوا شو بتسوي؟ إخفاء فضل علي. أنا ما أقول لكم تعوا نبني دولة علي، تعوا نبني دولة المؤمن العادي، بس اللي نطق في علي. حافظ بمجتمعنا على المنتسبين إلى علي صلوات الله وسلامه عليه، المغالين ننبههم، رق قلبنا فيهم. مش يصير الأموي أقرب والبدري أبعد. وين هذه تعال لقول جعفر بن محمد. لا جاي الحكي إن شاء الله غدا. إذا أعرضنا عن المعروف والمنكر واجتناب المنكر، يا خيي ما تسب، ما تطلع، ما تلعن، ما تسوي. أنا ما بلغي قول أنا إلي باب وما بياخد إلا من غير حر. يا خيي في ناس بتعبد الحجر وفي ناس بتعبد العجل بهالدنيا، شو لكم دخل؟ المطلوب أن نبني مجتمع بقول جعفر بن محمد يتهيأ إلى إمام الزمان. نعم، وقت ما بيكون الإسلام هو علي وصاحب الزمان، هو بحد ذاته الإسلام، بدك تقول له شو جاي تسوي أنت من احنا بنين الإسلام؟ بدك تقول له لإمام الزمان ما في مصلحة هلأ، ومش هيك بتنشغل، وجدك أمير المؤمنين مش هيك اشتغل. يا حبيبي اشتغل أمير المؤمنين بالحكومة الظاهرية، أنا لا أسأل عما أفعل. لا يسأل عن بينة، مش هيك؟ كحكم داود بتقوله ليش لا تسأل؟ الله النبي سأل، نبي أحكم بينكم بالأيمان والبينات إلى ظهور الحجة ابن الحسن. أنا ما أقول هلأ تعون ابني مجتمع الحجة ابن الحسن، هذا يحتاج إلى معصوم يحكم بغير بينة، يقتل من غير بينة. داود مش هيك عمل؟ بس للأسف إننا نحتاج لداود لنبرر لإمام الزمان. داود وميت بي داود بيحتاجوا لنعل إمام الزمان صلى الله عليه وسلم. وهم غربة، شفت الغربة. إذا الخضر وداود سووها منبلش نفكر، بس إذا إمام الزمان سواها لا. صار بده إمام الزمان دليل عليه مثل داود وهو عبد على بابه. هيدي الغربة، الغربة للولاية. كانوا يقروا قرآن
ويصلوا ويصوموا قد هلا مليون مرة. ليش مدح رسول الله في آخر الزمان أقوام؟ قال لهم هن أصحابي. ما شاء الله بآخر الزمان في ظلمة عشوائي، لكن الكافرة بالزمانات ما كانش تمشي بالشوشة. بس ولكن قال أولئك أخواني. تعرفوا شو سر معارفهم بهذا؟ وإن كان المجتمع فيه ظلمة بس سر بهذا جاي كيف شو شربهم إن شاء الله. شو شرب بني إسرائيل وشو شربهم؟ هذا كلام في بني إسرائيل وبني إسماعيل يأتي إن شاء الله. أنا طولت عليكم عذرا. قال أمير المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى، ها إذا بتعرضوا عن هاي بيتسلط عليكم صدام، بيتسلط عليكم أوباما، وبيتسلط عليكم بريطانيا، وبيتسلط كل شيء بيتسلط. شو قال لهم؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أو بحط مندوب شراركم لأنه بده يحط ضده مندوب يعني. يقول أمير المؤمنين فإن الله سبحانه لم يلعن القرون الماضية بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعن الله السفهاء لركوبهم المعاصي. يعني صاروا يفتوا، صاروا يقولوا دين من عندهم، صاروا ترى الذنوب بهذاك الزمن كانت هيك. والحلماء، طب السفهاء فهمنا، الحلماء ليش عذبهم؟ قال لترك التناهي، لترك التناهي. إلهي بغربة إمام الزمن، الغربة هي هاي يا أخوان. عشوائي بتقول هو المعروف، كيف هو المعروف؟ صلى الصوم مش هيك عندكم بيقولوا بالبرج يا خي؟ صلى الصوم هي فرع من فروعه، مش مشكل، بس هي تحت بس هو فوق. مين اللي بيعلمك الصلاة والصوم؟ مين اللي بيعلمك الحج والجهاد؟ مين اللي بيقول لك الخارجة من هذه هي في النار والخارجة من هذه هي في الجنة؟ مش هو يعني صار هو المعروف كله؟ مدام كل شيء يرجع له فصار هو المعروف. ومين اللي بيقول لك فوت لهون إذا عارض منكر لأنه فوتك على جهنم بالدنيا والآخرة؟ إلهي بإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه اجعلنا ممن يرجون أيام الله. أفيضوا علينا مما أفاض عليكم جدكم أمير المؤمنين صلوات أمكم فاطمة، جدكم رسول الله، ولتشملنا رأفتكم، واجعلنا ممن يغفر لإخوانه، إنك ولي الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.